مشاهدينا حول العالم اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم افضل وموضوع مضاعفات مرض السكر مع ضيف هذا اللقاء والموجود معنا باستديوهات قناه الكرمه الاستاذ الدكتور يوسف بشاي استشاري طب العائله بكاليفورنيا اهلا وسهلا بك دكتور اهلا وسهلا بحضرتك يا مدام ميرفت واهلا وسهلا بالساده المشاهدين انا سعيد اكون معكم النهارده وربنا يبارككم ويستخدمكم وتبقوا من قوة إلى قوة يعني دايما بنبسط خالص أن أنا أكون معكم وأكون سعيد جدا أن أنا أتواصل مع السادة المشاهدين ونشرح الموضوع الخطير اللي احنا نتكلم عليه النهاردة وإحنا كمان يا دكتور بالفعل <applause> السعداء أن حضرتك معانا شكرا لوقتك شكرا لمحبتك شكرا لحرصك الشديد أنك تيجي وتساعد وتقدم مشورة طبية لكل مشاهدي الكرمة بنصلي بركات مضاعفة على حياتك وعيادتك وشغلك واسرتك وكل ما ليك دكتور مره ثانيه بنرحب بيك ثانك يو احبائي سعداء نتواصل معاكم من خلال الشاشه ولكن ايضا عبر الهاتف حتى نسمع كل ما لديكم من استشارات تهم هذا الموضوع مضاعفات مرض السكر ولكن قبل ان نعرف ما هي تلك المضاعفات وما هو الخطير منها وكيف يمكن التعامل معه تعالوا معا نستمتع بكلمات هذه الترنيمه رفعين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة ندخل نقبل إيديك الممدودة لنا بحياة عين قلوبنا إليك يا فتح لنا باب الرحمة ندخل لقب الإيديك الممدودة لنا بحياة وما لناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى شيء ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة ما لناش غيرك انت إلهنا الحي نترجى جايين ناحية قلبك بابا الكل احنا صلاه يا أبانا يا متكلنا من غيرك أنت يحن ومن يشدد أملنا الحياة في ملء الرضا يا أبانا يا متكلنا من غيرك أنت يحن مين يشدد أملنا الحياة في ملء الرضا إلهنا الحي بنترشى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة، ما الناس غيرك أنت إلهنا الحي بنترشى، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة، أنت الإله اللي قلت لن يخسى منتظريه منتظر نفسي ورجعوتي بالحمد لك والدعاء أنت الإله اللي قلت لن يخسى منتظريه منتظر نفسي ورجعوتي بالحمد لك والدعاء لغيرك انت الهنا الحي اللي ترجاه، جايين ناحيه قلبك بابا الكل بنحيا صلاه، يا اله محرر وحل من كل ربط الخطيه، وامسك ايدين اللي سلم، ولا تنساش اللي تاه، يا اله محرر وحل من كل ربط الخطيه، وامسك ايدين

إليك بحب الإله يا أبانا توبنا ليك وفض علينا بنعمة تخلي سوقنا إليك بحب الإله مالناش غيرك أنت إلهنا الحي بنترجاك زي ناحية بابا الكل من احنا صمام عدي وسور اللي مل او كل تحت المرض وش في المطروح وكل ما نصدق انك شفاء عدي وسور اللي مل او كل تحت المرض وش في المطروح وكل ما نصدق انك شفاء بلاش غيرك انت حيه قلبك بابا الكل من احنا صلاه ملناش غيرك انت الهنا الخير بنترشا جايين ناحيه قلبك بابا الكل من احنا صلاه عسي المحسون وسيد منسوب الفرح له ده ما فيش غيرك يعيد البسمه فوق الشفاه عسل سن وسير منسوب الفرح له ده ما فيش غيرك يا عيد البسمه فوق الشفاه ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجاه شايف ناحيه قلبك بابا الكل منحنا صلاه ملناش غيرك انت الهنا الحي بنترجاه جايين ناحية قلبك بابا الكل نحنا صدق تعالوا في البدايه نتعرف على مرض السكر وكيف يصيب الانسان تفضل يا دكتور آه طبعا علشان نتكلم عن المضاعفات بتاعت مرض السكر لازم ناخذ نظره عامه عن مرض السكر آه احنا بنقول مرض السكر مرض من الامراض الخطيره اللي ممكن نتفادى المشاكل بتاعتها لو احنا اهتمينا بها آه بحث اخير عملناه علشان نشوف اعداد اعداد ممكن كم يكون عدد مرضى السكر في العالم كله لقينا ان مرض السكر منتشر في العالم كله اخر احصائيه في 2017 كان عندنا 425 مليون عيان 425 مليون شخص عنده سكر في العالم كله ده 2017 الكلام ده زاد من 2013 almost 2250 20 مليون بيشنتس في اخر 10 سنين فده طبعا يقول لنا على ان مرض السكر مرض منتشر في ناس كثيره خالص بيجي لهم مرض السكر نوع الاكل بتاعنا اتغير اللي احنا بناكله فبالتالي كميه السكر اللي احنا بناخدها دلوقتي وبناكلها اكثر من الاوقات اللي فاتت فعلشان كده المرض ابتدى ينتشر اكثر من الاول. طبعا في انواع انواع السكر في اربع انواع عندنا لمرض السكر احنا بنقول تايب 1 اللي هو النوع الاولاني اللي هو بيجي للاطفال الصغيرين نتيجه فشل البنكرياس النوع الثاني اللي هو تايب 2 اللي بيجي في الناس الكبار اللي احنا كنا زمان بنقول ان هو بيجي في الناس الكبار لكن دلوقتي حتى بنشوفه في السن الصغير اللي هو بيقول بنقول ان هو تايب 2 ملهوش دعوه بالبنكرياس خالص يبقى اكشلي البنكرياس بيفرز كميه انسولين اكتر من اللازم لكن هي الخلايا اللي اللي... بت... اللي مش بتستجيب للانسولين اللي بيتفرز من البنكرياس وبعد كده اللي هو السكر اللي هو بيجي مع الحمل اللي هو اللي احنا بنسميه جيستيشنال والنوع الرابع اللي احنا ضفناه دلوقتي اللي احنا بنقول تايب 1 اون تاب اوف تايب 2 يعني الناس اللي بيجيلهم تايب 2 فتره طويله يلبل تايب 1 يعني البنكرياس بتاعهم بيضعف وبيحتاجوا انسولين في المراحل الاخيره من العلاج بتاعهم طيب حضرتك عديت يعني يمكن انواع ال يعني مرض السكر لكن المزعج الاعداد والتزايد في عدد المصابين ولما حضرتك كمان ذكرت انه لا يتوقف على الكبار لكن حتى بيصيب الاطفال دلوقتي وقلت ملحوظه لفتت نظري انه اسلوب الحياه وطريقتنا يمكن في استخدام السكر بطريقه طبعا. مش مظبوطه بتؤدي ايضا للاصابه بمرض السكر. تمام وده اللي خلانا احنا نشوف تايب 2 في ال... كنا زمان لما نشوف 19 سنه نقول لا ده غالبا تايب 1 اوكي yeah. okay. لكن دلوقتي 19 سنه تايب 2 اوكي okay. عشان البدانه الكثيره والاكل الكثير والحلويات الكثيره والديزرت اللي احنا بناكلها اول ذا تايم اوكي خلت الناس ب... السكر بتاعهم بيبتدي بدري اوكي okay. yeah. فدلوقتي بنشوف 15 و19 و20 سنه عندهم تايب 2 دايبيز مش تايب 1 دايبيز. Yeah. الافراط yeah. في استخدام سكر وده يمكن اول تحذير في بدايه مم. حلقتنا آه. هنقدر نبني عليه ازاي دكتور يمكن تشخيص مرض السكر؟ احنا كنا اتكلمنا باستفاضه عن مرض السكر وازاي نشخصه في حلقات فاتت لكن بسرعه كده سريع قبل ما ندخل في المضاعفات بتاعه مرض السكر احنا بنقول لاي انسان انت عندك سكر لو في ثلاث صفات كالصفه الاولانيه ان السكر الصايم بتاعه يكون 126 او اكثر الصايم بعد 8 ساعات صيام من غير اكل يكون 126 او اكثر من 126 او ان انا في اي وقت بعد الاكل اقيس السكر الاقيه 200 او السكر التراكمي او اللي هو معدل كميه السكر في الثلاث شهور اللي فاتت يكون اكثر من 6.5 من 10 يبقى عشان اقول للعيان انت عندك سكر لازم يكون في ثلاث صفات ان هم إما, اما يكون السكر الصايم اكثر من 126 او السكر اللي بعد الاكل او في اي وقت اللي احنا بنسميه راندوم بلاد شوجر يكون اكثر من 200 او a 1 سي او الهيموجلوبين a 1 سي او السكر التراكمي او او مخزون السكر في بعض الناس بتسميه مخزون السكر يكون ستة وخمسة من عشرة او اكثر إيه، طيب دكتور حضرتك اثناء ما بتذكر الحالات اللي عرضه للاصابه بالسكر او نوع من الانواع هو سكر الحمل فبسرعه غالبا ام اتصلت فورا وبتسال اذا اصيبت بالسكر اثناء الحمل هل هي عرضه للاصابه به فيما بعد احنا بنقول تقريبا 30% من الناس اللي بيجيلهم سكر اثناء الحمل غالبا بيجيلهم سكر في مرحله من مراحل الحياه بتاعتهم yeah. okay. امتى بالظبط ما بنعرفش لكن بنحذرهم بنقول لهم طول ما هو سكر الحمل كان موجود اثناء الحمل في احتمال كبير حوالي 30% ان ممكن يجيلك سكر بعد كده في المستقبل اوف كورس أشكرك أتمنى طبعا أن المشاهدة العزيزة اللي اتصلت تكون وصل ليها الإجابة طبعا إيه المشكلة لا تقف عند حد الإصابة بمرض السكر لكن حلقة النهاردة يعني يمكن فيها أمور صعبة بس كويس أن الناس تنتبه وتعرف أن اللي مرض السكر مضاعفات تمام. ما هي تلك المضاعفات دكتور؟ تمام ودي, الح... ودي الحاجه الحقيقيه اللي احنا عايزين نركز عليها لان مرض السكر عامه مش بيموت الناس، اوكي؟ مم. الناس مش بيموتوا من السكر غير لما طبعا الانسان بيدخل في غيبوبه سكر آه مثلا يعني. سكر يكون 600 700 ويدخل في غيبوبه سكر ويحصل له مشاكل في الدي كي اي والحاجات اللي زي كده، لكن المشكله في ال... الاساسيه اللي احنا بنقولها لكل عيان لما لنا مرض السكر بيخليك هانديكاب اوكي بيخليك ديس بيخليك غير قادر على العمل بيخليك معاق اوكي بيسبب اعاقه مستمره في حياتك علشان كده احنا بنقول للناس الله يخليكم علشان يعني خلوا بالكم من سكركم خلوا بالكم من اكلكم السكر لازم يتظبط لان مجرد ان المضاعفات دي تبتدي تحصل مش هنرجع تاني اوكي yeah. مش هنرجع تاني علشان نقول اه طب خلاص انت بقيت كويس اوكي okay. خلاص اللي حصل ابتدي يحصل yeah. وهنبتدي من من سوء الى اسوء اوكي عايز تقول اللي تالف خلاص ما نعرفش نرجعه ودي حقيقه yeah. علشان كده احنا هن هناخد يمكن الحلقه دي جزء منها وناخد حلقتين تلاتة تاني اوكي okay. no. على كميه المضاعفات بتاعه مرض السكر عشان ننبه no. سادة الساده المشاهدين ان مرض السكر مرض ظريف جدا لو yeah. احنا خدنا بالنا منه، اوكي؟ okay. yeah. مرض خطير جدا لو احنا سيبناه زي ما احنا yeah. عايزين، اوكي؟ okay. yeah. فلو احنا خدنا بالنا منه، واحنا بنقول عشان كده في العلاج بتاع السكر 50% من علاج السكر مسؤوليه المريض، ودي الحاجة yeah. الوحيدة اللي أنا بقولها لكل العيانين بتوعتي، اوكي؟ okay. أنا ما أقدرش لوحدي أعمل كنترول للسكر yeah. بتاعك، اوكي؟ okay. السكر ملهوش ملهوش كيور انا مش هقدر اعالجك okay. لكن انا بدي لك ادويه علشان اعمل لك كنترول ات از ا كنترولبل ديزيز از نوت ا ديزيز انا ما اقدرش اعمل من غيرك لازم yeah. انت 50% من من المساعده بتاعتك لازم انت تساعدني فيها لان انا ما اقدرش من غير ما انت تخلي بالك من اكلك ما اقدرش من غير ما انت تمشي كل يوم ما اقدرش من غير ما انت تجيلي كل فتره ما اقدرش من غير ما انت تقيس سكرك كل يوم مره واثنين okay. علشان اعرف المعدلات بتاعه السكر ايه من غير ال 50% دي انا ما اقدرش اقول آه طب انت تاخد العلاج الفلاني بعد ما تاخد العلاج هتبقى كويس ده كلام مش صح وكلام مش حقيقي يبقى انا بكذب <applause> عليه اوكي لكن انا بقول له 50% من الكلام ده انت مسؤوليتك انت عشان كده انا اول زياره ليا لمريض السكر هي اهم زياره عندي <تصفيق> <تصفيق> ليه؟ لاني بطرح لمرض مرض السكر قدام العيان وبقول له مرض السكر ملهوش علاج واخد بالك ملهوش كيور احنا مش هنعالج المرض نفسه لان المرض ده هيقعد معاك طول حياتك لازم انت تغير من حياتك طول حياتك لو انت مغيرتش من حياتك هندخل بقى في المضاعفات واول ما ندخل في المضاعفات مش هنطلع تاني منها يعني عشان كده يمكن احنا هنا النهاردة وده اللي بننبه ليه ويمكن احنا هنا في بيت كل مريض يعني فعلا للسكر او لقريب ليك انت تقدر توصل لي المعلومة ديت اللي حضرتك قلته خطير 50% على مريض السكر ان هو يمشي إنه هو يكون مسؤول ويمشي بالتزام وانتظام وفي اسم يسوع ما يتعرضش للمضاعفات الصعبه اللي هنتكلم فيها تمام. ماذا عن المضاعفات يا yeah. دكتور فاحنا بنقول واحده من مشاكل المضاعفات الكبيره الخطيره من مرض السكر السكر لما يعلى في الجسم بيعمل حاجه اسمها مايكرو فاسكولر اند ماكرو يعني مايكرو يعني بيأثر على الشعيرات الدمويه وبيأثر على الشرايين الكبيرة يبقى في احنا بنقسمهم لقسمين ولو جبنا سلايد من السلايدز موجودة فيها اللي موجودة فيها المضاعفات حاجة كبيرة اسمها ماكرو فاسكولر بتأثر على الشرايين الكبيرة الشرايين الكبيرة للقلب شرايين كبيرة للمخ والشرايين الكبيرة للأقدام اللي احنا بنسميها بريفرال فاسكولر ديزيز فدول المايكرو الماكرو فاسكولر بروبلمز لكن في حاجه اسمها مايكرو فاسكولر بروبلمز اللي احنا بنقسمهم لثلاث اجزاء نقول الحاجة اللي بتأثر للأعصاب اللي احنا بنسميها Neuropathy ودي مم. الحاجة اللي احنا هنتكلم عليها بالاستفاضة بال... اللي احنا مم. بنقول عليها الاعتلال العصبي لمرض السكر، حاجة بتأثر على الرتنا أو الشبكية أو مم. مشاكل العين اللي هي بنقول عليها او المشاكل الموجوده في الريتنا، او الشبكيه بتاعت العين، وحاجه الثالثه اللي هي موجوده في الكدني الكلى، اللي احنا بنسميها يبقى نيوراباثي، نفروباثي، اند يبقى مشاكل العين بيحصل ثلاث مشاكل، ممكن مشاكل في اللي هي الميه البيضاء، ممكن مشاكل اللي هي الميه الزرقاء، لكن الحاجه الكتيرة الكبيره والخطيره ان هو ياثر على الشرايين الصغيره الموجوده في الشبكيه ويخليها تنزف. احنا بنقول اول ما يحصل التهاب في الشريان نفسه يحصل حاجة اسمها vascular aneurysm يعني الشريان نفسه يضعف في جدار معين من الجدار بتاعه نتيجة الضعف ده نتيجة الالتهاب نتيجة ارتفاع السكر الشديد يبتدي يليك دم يبتدي yeah. يليك يليك سكريش. يعني يبتدي yeah. ينزل اوكي okay. okay. mm -hmm. فتبتدي الشبكية تبوظ اوكي okay. فيقول لك انا عندي نزيف في الشبكية اوكي okay. ايه اللي بيجيب النزيف في الشبكية اصلا اللي هو الريتينوباثي اوكي okay. ان هو يكون حصلت مشكلة في الشرايين الصغيرة الموجودة في ال الشبكية ابتدت الش ال الشرايين بتاعة الشبكية تنزل سائل او تنزل mm -hmm. دم في الشبكية لغاية ما تبوظ اوكي يبقى ريتينوباثي ال okay. الحاجة اللي بتحصل نفس القصة في في النفراباثي اللي هي في الكلى واحنا بنقول تقريبا 70% من مرضى اللي هم على غسيل كلوي لمرضى السكر ان هم مش بيخلي بالهم من من السكر بتاعهم يعني يحصل ان الكلى بتبتدي تبوظ يبتدي تبتدي الكلى ترسب بروتين في البول تنزل بروتين في البول عشان كده عيان السكر احيانا كتيره يقول انا شايف البول بتاعي فومي يعني في رغاوي كثيرة في البول نتيجه البروتين الكتير اللي نازل في البول دي اول حاجه المشكله اللي بتحصل في في الكلى وبعد كده يحصل يبتدي وظائف الكلى تعلى شويه بشويه وفي الاخر الكلى تبوظ وندخل في موضوع الغسيل الكلوي. والحاجه الاخيره اللي احنا بنقول عليها ام سوري نيوروباثي اللي هي الاعتلال العصبي ان في نفس اللي بيحصل في الشرايين الصغيره في الكلى وفي الـ في, الـ في الشبكيه بتحصل للشرايين الصغيره اللي بتودي الدم للاعصاب. <applause> ونتيجة المشكلة في الشرايين الصغيرة دي الأعصاب يحصل لها مشكلة تبتدي تتلف تبتدي تلتهب تبتدي تعمل حرقان شديد تبتدي بعد كده تفشل الوظيفه بتاعت العصب بتاعه وتبتدي الاطراف تنمل اللي هي بنقول عليها كومبليت نيوروباثي الموجوده في الاقدام وفي موجوده في الايدين او موجوده في اي عصب يكون موجود في الجسم زي ما احنا هندخل باستفاضه يبقى ثلاث اقسام القسمين الكبار مايكرو فاسكولر ماكرو شرايين كبيره شرايين صغيره الشرايين الكبيره القلب والمخ والشرايين بتاعه الرجلين الشرايين الصغيره الشبكيه والكلى والاعصاب اللي هي الطرفيه اما تكون في الايدين او في الرجلين يمكن بكده دكتور صورة واضحه جدا عن اجزاء في الجسم بتتاثر نتيجه مرض السكر ما بيتوقفش عند حد السكر ولكن هناك اعضاء بتبوظ وبتخرب حضرتك شاورت على اكتر من مكان بيتاثر ودواء من يعني عايزه اقول مش من ضعفاته اللي نتيجة إن أنا أهملت، لا ده لو, لو أنت حضرتك قلت لو انتظمت إنك تاخد الأدوية وتلتزم هيحصل كده، لكن عايزة أسأل حضرتك لو قبل ما أدخل على الاعتلال العصبي السكري هل حضرتك في حاجة تاني غير تقصير أو عدم تفاعل المريض مع الطبيب بتيجي بتحصل وهل بتحصل مرة واحدة ولا بعد الإصابة بمرض السكر يعني إيه؟ على ابعاد لا لا. مختلفه الحاجات دى ما بتحصلش لو المريض كومبلاينت احنا بنقول عليه كومبلاينت اوكي؟ yeah. يعني احنا شخصنا ان هو عنده مرض سكر، وانا بحب المرضى دول خالص الحقيقه، اوكي؟ yeah. ان هو عامل جدول لنفسه، عارف السكر الصائم يكون كام، عارف السكر اللي بعد الاكل يكون كام، لما السكر يرتفع يقول لا ده السكر ارتفع، لما يبقى في معدلات معينه هو حاططها للجدول بتاعه يجي جري على الدكتور علشان يقول المعدلات، عارف ازاي ايه اللي, اللي هياكله واللي مش هياكله، عارف امتى هيمشي وامتى مش هيمشي، ياخد الدواء بانتظام، يجي بانتظام، الحاجات دي ما بتحصلش. يعني أنا yeah. ممكن يكون عندي السكر 50 60 70 سنة مفيش أي مشاكل أبدا كده عشان yeah. كده أنا بقول السكر ظريف وجميل لو احنا اهتمينا بيه yeah. لكن لو اهتم ما اهتمناش بيه وأنا أحيانا بشوف مرضى السكر في حفلة نكون موجودين مع بعض وماسك حتة كيكة كبيرة وعمال ياكل فيها وهو مبسوط خالص أن هو بياكل حتة كيكة كبيرة أنت مش عارف أن حتة الكيكة دي هترفع لك السكر وبعد شوية yeah. يجي في العيادة يقول لي سكر 300 سكر 400 طبيعي طب ما طبيعي اوكي yeah. السو... الحلويات دي هتروح فين؟ yeah. ما هو لازم طبعا الاكل هيرفع السكر والسكر المرتفع لفترات طويله يبتدي ياثر على الاعضاء اللي احنا اتكلمنا عنها طيب. أوكي. عشان كده يمكن سامحني عشان رجعتك للجزئيه دي عايزه اسمع الكلام ده mm -hmm. انه اه انا ماشي كويس وما بعملش حاجه لكن انا اصبت لا لازم تعرف ان ليك يد في مضاعفات مرض السكر انت يعني عايز اقول ايه متهم فيها. Yeah. يعني. يبقى اصبت بالسكر مش نهايه المطاف اوكي؟ yeah. يعني احنا بنقول دلوقتي هاف ا بليون بيشنتس يعني 425 yeah. يعني بال... مليون شخص بالسكر. مصابين بالسكر مش نهايه المطاف، احنا يعني عندنا عيانين ماشيين على مرض السكر ليهم 20 30 40 سنه من غير اي مضاعف مضاعفات اكتر خالص يعني اوكي؟ وفي ناس بيجي لها مضاعفات 30 ولا 40 اوكي؟ yeah. ليه؟ اهملنا yeah. اكلنا ما مشيناش سكر 300 400 اول ذا تايم مش بناخد دوانا بانتظام مش بنروح للدكتور بانتظام نبتدي ندخل في المضاعفات واول ما ندخل في المضاعفات ما نقدرش نرجع تاني خلاص اوكي لان المضاعفات تبتدي وندخل في المشكله المشكله مشكله في العين مشكله في الرجلين مشكله في القرع في القرح yeah. مشكله في العظم مشكله في المعده مشكله في كل الحاجات التانيه وندخل فيها مشكله بعد مشكله ودخلنا في المشاكل ما قدرناش نطلع منها <applause> الكلام ده يكفي يكفي <applause> كان نفسي حضرتك شاور على كده انه احيانا بي يعني المريض غصب عنه لظروف شغله لظروف حياته لظروف لظروفه البيئيه المعيشيه مفيش سيطره على الاكل على السلوك على الـ الـ على الممارسات على الادويه حضرتك قلت على كمان اني اقيس السكر واتابع السكر بتاعي رايح لفين ودلوقتي اجهزه السكر بقت متوفره ويقدر اي حد يتابع حتى على الاقل يعرف اول ما طلع السكر يقدر يكون بسرعه بيلجا للطبيب طيب برضه معلش سوري ان انا اقطع لا 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 بالعكس أنا, <applause> انا كل ما اكلم انا شعرا انه فعلا ربنا بس كتير خالص ولا <applause> قا. طب انا ما انت عارف ما مشاكل الشغل بتاعي وما بالزبط. فيش اكل وانا باكل من الم... من الف... <applause> الفاست فود اول ذا تايم نو نو فور ذس اوكي لان حتى الفاست فود ريستورانت ذي <applause> دو هاف سالادز اوكي ذي دو هاف جريل تشيكن <applause> فانا <تص اللي بختار انا المريض أنا اللي بختار، أنا بختار نوع الأكل، بس في كل محل فيه نوع أكل كويس. Yeah. يعني مش عايزين أكسكيوزز، أوكي؟ okay? yeah. لأن أنا لو بصيت على المنيو هلاقي فيه أكل دلوقتي، ضغطنا على كل الفاست فود، وضغطنا على كل الناس دلوقتي في المدارس، إنها تجيب أكل هيلثي. كان okay. يبقى انا هلاقي سلطه في حته من حتت معينه وهلاقي فراخ في حته معينه مش لازم اكل الفراخ بالعيش لا مش لا م -م. يبقى هلاقي حاجه ما فيش ما فيش اه طب انا بره طول النهار اه طب بره وماله بره انك طول النهار تشتغل 24 ساعه ده سنو بروبلم لكن م -م. في حاجه انت هتلاقيها هتختارها لكن هو الانسان بيحب الاكل اوكي yeah. okay. اشكرك <laughs> انا بحب طعم الاكل ده وهي دي yeah. المشكله صح اشكرك عشان بتشرح الحاجات دي بنحب yeah. قوي حضرتك قلت تعبير جميل قوي انا بحب قوي مرضى السكر <تص> وبحب اوي اساعدهم شوية. عشان كده حضرتك هنا النهارده لكن كويس جدا نكون فعلا بنقول في خطر يا جماعه جاي على حياتك فانتبه تمام طيب حاجه من اصعب الحاجات المضاعفات اللي برضه الامر اللي ليس بسهل هو الاعتلال العصبي السكري تمام ما هو الاعتلال العصبي يبقى قلنا من من ضمن الحاجات اللي هي بتاثر بيبقى من مشاكل السكر اللي هم النيوروباثي النيوروباثي معناها ان هو اعتلال عصبي للاطراف العصبيه او الاعصاب الموجوده في الاطراف اللي هي الايدين والرجلين احنا بنسميها بريفرال نيوروباثي بس م. مش بس البريفرال نيوروباثي اللي بيحصل ممكن يحصل اعتلال عصبي في عصب معين زي الكرينيال نيرفز اللي هم الاعصاب اللي بتروح للعين مثلا اوكي الاعصاب اللي بتروح للمعده الاعصاب اللي بتروح للجهاز التناسلي أوكي؟ فكل الالتهاب بتاع الاعصاب ده وان العصب بيبتدي يلتهب يعمل لي المش... الاعتلال العصبي اللي هو موجود فاحنا بنقول الاعتلال العصبي عباره عن التهاب في الاعصاب ممكن تكون الاعصاب الطرفيه او ممكن تكون الاعصاب الداخليه اللي بتغذي واحد من الاعضاء الداخليه علشان كده الاعتلال العصبى هو التهاب فى العصب الموجود نتيجه ارتفاع السكر أنواعه في أنواع كثيرة زي ما احنا بنقول بريفرال نيوروباثي واحد منهم يعني اللي هي التهاب الأعصاب الموجودة فى الأطراف لكن ممكن يكون حاجة اسمها اوتونوميك نيوروباثي أو الأعصاب اللي هي داخلة الأجهزة اللي هي جوه الجسم زي العصب اللي هو داخل للعين زي العصب اللي داخل المعدة زي العصب اللي داخل القولون وزي العصب اللي داخل الجهاز التناسلي طبعا التهاب الأعصاب في الأطراف بيعمل التهاب في الأعصاب في الأطراف لكن التهاب الأعصاب الداخلى ممكن يعمل أعراض تاني. زى مثلا لو التهاب العصب اللى هو راح للمعدة ممكن يعمل التهاب فى المعدة ويعمل ترجيع الترجيع مزمن، احنا بنسميها جاستوبريسس، اوكي؟ okay? او ان هو يكون المعدة على طول بيرجع بصفة مستمرة. لو العصب اللي هو راح للجهاز التناسلي ابتدى يتأثر، الإنسان يبتدي يصاب بحالات اللي احنا بنسميها امبتنس أو عدم الإنتصاب أو عدم الرغبة في الجماع الجنسي، وده بتحصل في الرجالة أو الستات كمان اللي هم عندهم سكر فترات طويلة من غير ما يتعالجوا. الحاجة الأخيرة اللي إحنا بنقول ممكن بس عصب واحد هو اللي يتأثر، مش لازم كل الأعصاب اللي تبوظ، أوكي؟ عصب واحد ودي أحيانًا بنشوفها في الكرينيال نيرفز، اللي هم الأعصاب اللي بتغذي العين بالذات، أوكي؟ يعني حالات كتيرة خلص تيجي بحول، فجأة كده يحصل لهم حول، أوكي؟ يحصل لهم إن هم بيشوفوا صورتين في نفس الوقت. ونبص على عينهم نلاقي عين متجهة ناحية وعين متجهة ناحية تاني، ودي بتبقى نتيجة على ثيرد نيرف بولسي أو شلل في العصب الثالث أو شلل في العصب السادس اللي هو أثر على العضلات اللي هي بتتحكم في حركة العين وده ممكن يحصل لوحده يعني ممكن عيان يجي بس عنده مشكلة في الثيرد نير بولسي أو سكس نير بولسي الحاجة اللي يبقى إما نوع من أنواع البريفر أو الاعتلال العصبي الطرفي أو الاعتلال العصبي اللي هو داخل الأعضاء زي المعدة أو القولون أو الجهاز التناسلي أو اللي احنا بنسميها المونو أو عصب واحد بس هو اللي بيتأثر دكتور أيهما أصعب؟ <applause> لأن كل حاجه فيهم الحقيقه يعني ما دارش اقول ان أنه, انه لما انت تقعدي تترجعي طول حياتك واخد بالك كل ما تاكلي كميه كميه اكل كثيره وانا عندي عيانين ثلاثه بالطريقه دي كل ما ياكل اكله جامده يبتدي يرجع اوكي يبتدي يرجع لدرجه انه يحصل له الجفاف اوكي لازم يدخله المستشفى ياخد محاليل اوكي فكل 3 4 5 شهور ندخله مره علشان اكل وجبه كبيره المعده ما قدرتش تهضمها حصل حصل له ان الاكل قعد في معدته وابتدى يرجع اوكي طبعا اكتر حاجه بتعمل الم هو الاعتلال العصبي الطرفي اوكي okay. yeah. لان ده بيبقى حرقان شديد خالص زي ما احنا هنتكلم بعد شويه اوكي okay. حرقان شديد خالص والم شديد خالص لدرجه العين احيانا بيبكوا من الالم ده اوكي okay. mm -hmm. الم أكتر في الليل حرقان شديد yeah. مش قادر ينام من سبب الحرقان الشديد في الرجلين ممكن يت... الرجلين القدمين اللي تاثروا او ممكن الايدين اللي تاثروا يمكن يا دكتور لما اتكلمنا عن العلامات او الاعراض اللي مصاحبه لكل واحد يمكن الموضوع يوضح شويه ليه لان النهارده الترجيع عرض لحاجات كتير خالص فعند التشخيص محتاجين برضو باستفاضه نعرف ازاي نفصل ما بين ترجيع نتيجه حاجه زي كده ونتيجه اي تراب معوي تاني فخلينا نتكلم شويه عن الاعراض او العلامات اللي بتصاحب كل حاجه يا دكتور ما احنا اساس اساس التشخيص هيكون سكر Okay. اوكي أيوة. يعني بيقول yeah. انا ليا سكر انا عندي سكر ليا 20 سنه اوكي okay. mm -hmm. uh, السكر بتاعي 200 و300 فور ذا لاست or mm -hmm. six سيكس six ييرز okay. فأبت... اوكي ف يبتدي يحصل لي المشكله بعد كده اوكي okay. لكن انا الحاجات اللي تبقى حاجات ثانيه يبقى الانسان ما عندوش اي مرض للسكر مثلا yeah. يروح أكي ياكل اكله مش صح فيها نوع من انواع البكتيريا يبتدي يحصل له اضطراب معوي او اضطراب معوي ويبتدي يرجع فاحنا yeah. على طول من اللي احنا بنقول من التشخيص الهستوري هيستوريان فيزيكال yeah. يبقى انا هعرف بالظبط من القصه بتاعت المريض يا ترى دي yeah. ايه نوعها بالظبط اوكي okay. واحد بيقول انا اكلت في مطعم امبارح جيت بعد ما روحت ابتديت yeah. ارجع يبقى دي نزله معويه خلاص yeah. اكل حاجه غلط اوكي okay. لكن mm -hmm. واحد يقول انا دلوقتي لي شهرين ثلاثه برجع اوكي okay. oh. مش برجع مع كل الاكل اوكي okay. يعني برجع بس لما اكل وجبه كبيره اوكي okay. وانا mm -hmm. عندي سكر والسكر mm -hmm. ده ليه 20 سنه والسكر ده مش مظبوط السكر التراكمي بتاعي 8 اوكي okay. سكر yeah. التراكمي بتاعي تسعة اوكي okay. وعمال ارجع طبعا واحده من الحاجات الديفرنشال ديجنوست واحده من الحاجات الاساسيه اللي في دماغي انا كطبيب تقول تكون جاستروبريتس باريسس mm -hmm. اللي هي حاجه ان هي تكون سبب مشكله التهاب العصب اللي هو رايح للمعده المنظار، المنظار بتاع المعده بقى يوضح يكتشفها. لي اكتر اوكي yeah. كان ما فيش قرحه ما فيش اي حاجه تاني اوكي المعده متضخمه اوكي احنا بنقول عليها فلابي اوكي yeah. يعني تبقى رهيفه كده ومتضخمه اوكي فاول الدكتور الجهاز الهضمي يدخل بالمنظار يكتشفها على طول اوكي يقول لها ذيس از بروبلم ذيس نتيجه السكر اللي هو عنده لازم يظبط السكر بتاعه ولازم نديله دواء للترجيع يعني أشكرك أكيد ناس كتير بتو يعني عندها العرض ده ويمكن كتير تعالج العرض وما تعرفش المرض أو هو مصدر المشكلة الأساسية العرض طيب إيه تاني دكتور أعراض أو حاجة يعني الإنسان ينتبه ليها فهم دول يعني احنا بنقول بالنسبة للاعتلال العصبي أول ما شخص احنا عملنا تقسيمة كده نقول أول ما شخص مرض السكر ودي أحيانا كتير ناس كتير خلاص يكون عندهم مرض السكر فترات طويلة خلاص من غير ما yeah. يكتشفوا وده ده أساس الحاجة الكويسة اللي احنا عندنا هنا في البلاد إن احنا بنعمل حاجة ثانوي مينت مينتننس معناها إن أنا أدخل لأن مش كل مش كل مرض السكر مش كل واحد عنده سكر يحس بأعراض اوكي yeah. دي وانا مشكلة يمكن ديها. اتكلمت فيها في الحلقة اللي فاتت أو حلقة من الحلقات اللي yeah. احنا عملناها عن السكر إن احنا بنقول إن السكر الطبيعي زي ما بنقول مئة وأقل السكر 126 اوكي okay? واكتر يبقى عنده سكر من 126 ل 200 تقريبا اوكي okay? ما يعملش اي عرض اوكي okay? يعني انا يكون عندي سكري 140 صايم اوكي okay? فطردت طويله خالص من غير ما احس بحاجه اوكي okay? اول ما yeah. سكري يعلى عن 200 ابتدي اشعر اللي احنا بنقول التيبكال سيمتومز اوف دايابيتس يعني يقول لك انا ريقي ناشف على طول عايز اشرب ميه كتير بقوم في الليل اتبول اكتر من مره بدخل yeah. الحمام اكتر من مره ثلاث اربع خمس مرات بالليل اعمل تشيك السكر بتاعه على 200 او 250 فالفتره بنقول 10% من الناس اول ما بنشخصهم ان هم عندهم سكر غالبا يكون عندهم مشكله في الاعتلال العصبي 25% ل لا أم سوري 25 ل 50% من الناس اللي هم عندهم اعتلال عصبي أكثر أكثر عرض عندهم يكون عندهم حرقان في رجليهم، ألم في رجليهم، يكون له علاقة في ألم شديد، فممكن الاعتلال العصبي يجي عن طريق حرقان في الرجلين، ممكن الاعتلال العصبي يجي عن طريق تنميلة في الرجلين، ممكن الاعتلال العصبي عن طريق ضعف في الرجلين، ممكن الاعتلال العصبي يجي عن طريق اللي احنا بنقول لك سيخ نار يعني زي زي حاجه ملتهبه طول yeah. العصب نفسه من فوق من اول الرجل لغايه اخره yeah. ممكن بيجي بحاجه زي كده، فالاعراض بتاعته متغيره من نوع, نوع اولا العصب اللي تاثر اوكي okay. mm -hmm. هل هو العصبين في نفس في نفس الرجلين yeah. ولا العصبين في نفس الايدين هم اللي تشخصوا في نفس الوقت ولا لا؟ mm -hmm. او هم اللي اتصابوا في نفس الوقت ولا لا؟ هو ده اللي بتعتمد yeah. على المشكله بتاعت yeah. المريض لما بيجي يشتكي. اي عصب ومكان مكان الاصابه بالظبط كده مكان الاصابه مهم نفسها مهم وكان حضرتك شاورت برده على بعض الاسباب هو السبب المباشر هو مرض السكر تمام لكن هل في اسباب او عوامل مساعده دكتور تمام لان طبعا مش مش في اسباب اخرى للبرفرال yeah. يعني yeah. في اسباب اخرى للناس اللي هم عندهم الاعتلال العصبي ممكن يسبب لهم اعتلال عصبي من غير ما يكون عندهم سكر yeah. يبقى يعني اول حاجه انا بسالها لما يجي عياني يقول انا عندي حرقان شديد في رجليا اوكي اول حاجه اسالها هل انت مدخن ولا مش مدخن لان ممكن الاعتلال العصبي يجي من التدخين mm -hmm. هل عندك مشكله في الغده الدرقيه ولا ما عندكش مشكله في الغده الدرقيه لان الناس اللي عندهم مشكله في الغده الدرقيه ممكن ممكن يحصل لهم اعتلال عصبي من غير سكر، مم. هل يا ترى انت عندك مشكله في الفيتامين بي 12 يعني الفيتامين بي 12، اوكي النقص فيه ممكن يعمل اعتلال عصبي او بريفرون نيوروباسي في امراض بعد كده اللي هي زي السيفلس وامراض اللي هي نادره عندنا في العالم العربي يعني ممكن دي برضو تعمل بريفرال نيوروباثي فاول حاجه انا بسالها هل انت بتاخد دواء ممكن يعمل بريفرال نيوروباثي لان هم الناس اللي هم عندهم مثلا سرطان وبيتعالجوا بالعلاج الكيماوي واحده من الاسباب الرئيسيه للاعتلال العصبي في الرجلين ممكن يكون العلاج الكيماوي اوكي ان يعني تكون مثلا تقول ده انا افتكرت من ليا من سنتين فاتوا كان عندي مثلا سرطان في الصدر وعالجوني بعلاج كيماوي يبقى انا لما بشخص اعتلال عصبي لازم اطرح على العيان الاسئله دي هل يا ترى عندك مشكله في الغده الدرقيه هل بتخدت اي ادويه ممكن تاثر على الاعصاب بتاعتك هل يا ترى بتدخن كمان الالكوهول الناس اللي بتشرب الكهول كتير yeah. ممكن يجيلهم الاعتلال العصبي في الاطراف اللي احنا بنسميها الكوهوليك مش يبقى مش بس مرض السكر هو اللي بيعمل اعتلال عصبي، لكن طبعا اول ما يقول لي ان انا عندي سكر وسكري 200 300 ماشي على طول بصفه مستمره، السكر التراكمي بتاعي عالي اول حاجه افكر فيها هو السكر. طب تسمح لي دكتور اسال حضرتك حضرتك قلت الادويه، الادويه بما فيها ادويه السرطان ودي ليها تاثير. هل تاثير الادويه يدوم؟ إحنا قلنا أحياناً إنه اللي بيتلف مش بيرجع، لكن هل لو كان نتيجة تعاطي مثلاً جرعات عالية من الأدوية نتيجة الإصابة بمرض السرطان أو أي مرض آخر يؤثر على يؤدي لاعتلال العصبي، هل ينتهي بانتهاء الجرعات؟ وتبدأ الدنيا ترجع ولا لأ بتسيب أثر وتبقى دي نتيجته؟ يعني احنا بنقول جزء كبير خالص من الناس اللي بيجيلهم اعتلال العصبي سواء من السكر او سواء من العلاج الكيماوي بيستمر معاهم الحقيقة، اوكي yeah. okay. للاسف okay. Mm -hmm. uh, لان اول ما بيحصل مشكله في الاعصاب صعب ان احنا نرجع العصب ثاني okay. yeah. okay. اول ما يتلف واحد من الاعصاب صعب ان احنا نرجعه ثاني mm -hmm. عشان كده احنا بنقول الريجينريشن يعني العصب ان هو يكون نفسه من جديد ثاني عامه فيري رير ان هو تحصل حاجه ثاني لكن المشكله نفسها بتقل يعني لو انا عندي الم في الاطراف نتيجه علاج كيماوي اوكي وانا بطلت العلاج الكيماوي يمكن الالم في الاطراف بعد 3 4 5 سنين من العلاج الكيماوي أوكي. يبتدي يقل شويه يبتدي يقل عن الاول لكن اللي تلف تلف أوكي. العصب اللي, اللي تلف ما نقدرش نرجعه تاني لا يمكن نعاده انا عارفه انه في سؤال دلوقتي بيتكلم عن القدم السكري ومراحله ولو م. وصل يعني ايه الاحتياطات حتى لا يصل الى مرحله الغرغرينا اللي بتؤدي طبعا للبتر والامور دي ده جزء كبير من موضوعنا لكن هيجي وقته بالظبط انا عارفه ده جزء تكلّم. مهم ومه... يعني لازم م. نشاور عليه م. وشكرا للسؤال ده لكن هتطرح لي اجابه يعني وافيه م. طيب يا دكتور اذا كده احنا شفنا تقريبا معظم الاسباب اللي بتؤدي حتى لو ما كانتش السكر جزء منها م. لكن بصينا على اسباب كتير ممكن تؤدي طب خلينا نشوف التشخيص يا دكتور تمام. ازاي يتم زي مه. ما قلت لحضرتك في ظل تشابه للاعراض مه. مع امراض كتير ومع امور كتير ممكن الانسان يصاب بها تمام، يبقى علشان اشخص الاعتلال العصبي انا اقول احنا اساس التشخيص عندنا احنا بنسميها الهستوري فيزيكال okay؟ يعني الكلام yeah. مع العيان، اوكي؟ okay؟ علشان كده يقول الدكتور الشاطر يعرف المرض بسرعه ان هو بيتكلم مع العين كويس، اوكي؟ okay؟ مش عن طريق الحاجات الثانيه، لكن الحاجات الثانيه ممكن تكونفيرم، يعني ت ت تزود السسبشس اللي بيشك فيه الدكتور فاول ما المريض يجي يقول انا عندي حرقان شديد في رجلي فانا لازم اساله كم سؤال من امتى وامتى اللي حصل وزاد ولا ما زادش عندك سكر ولا ما عندكش؟ وابتدي اسال كل الاسئله اللي احنا بنسميها هيستوري اند فيزيكال، بعد كده <applause> اعمل examinations اوكي؟ <applause> ابتدي ابتدي أ... أ... اشخص عن طريق ان انا اكشف عليه، اوكي؟ فالاعتلال العصبي بيبان عن طريق ان انا اعمل حاجه تو تيست اللي احنا بنسميها مايكرو فيلم تيست، ان انا امسك حاجه كده صغيره خالص وابتدي امشيها على رجله، واقول له انت حاسس بيها ولا مش حاسس بيها، اوكي؟ لو حس بيها يبقى خلاص تمام، لو ما حسش بيها ادخل لمرحلة اكتر شوية اللي هي بنسميها البريك تيست كام؟ ان انا أدو اشكه بدبوس، اوكي؟ yeah. يعني دبوس صغير كده وابتدي اشك رجلي بيها، حاسس بيها ولا مش حاسس بيها؟ فلو قال لي مش حاسس بيها يبقى خلاص في دماغي غالبا هو عنده مشكلة في الاعصاب، اوكي؟ والمشكلة في الاعصاب أول حاجة أقولها إن هي البريفرول طب أنت عندك سكر ما عندكش سكر؟ أنا عندي سكر، سكرك كام؟ اوكي؟ يقول أه ده ماشي 200 300 for the last six months يعني لآخر لآخر ست شهور. يبقى أقول له طب خلاص احنا انا بشك انه غالبا يكون عندك اعتلال عصبي الاعتلال العصبي ده اكون فيرمت عن طريق ان انا هبعتك المعمل اوكي اشوف سكرك اخباره ايه وكمان في نفس الوقت اي اكسكلود ان انا اطلع الاسباب الاخرى اللي ممكن تطلع من تسبب الاعتلال العصبي يبقى اعمل شويه فحوصات دم علشان اشوف السكر الصائم كام وظائف الكلى كام وظائف الكبد كام هل عنده مشكله في الغده الدرقيه ولا لا هل عنده مشكله في الفيتامين بي 12 ولا لا هل عنده مشكله في السفلس اللي هو الزهري ولا لا وابتدي اخد من التحاليل الدم دي فكره ايه اللي السبب الاساسي اللي هو مسبب له الاعتلال العصبي، كان فلو كل التحاليل طلعت كويسه ما السكر يبقى نقول غالبا ده اعتلال عصبي نتيجه للسكر. ازاي نعمل لها كونفرميشنز، اوكي؟ بنبعت بعد كده العيان لدكتور عصبيه علشان يعمل له اختبارين، اوكي؟ الاختبار الاول اللي احنا بنسميها نور نيرف كوندكشن ستدي، او المسح العصب العصبي، اوكي؟ ان هم بيحطوا بي الاعصاب بمسامير صغيره ويحطوهم على جهاز والجهاز يقرأ لي بالظبط انهي عصب المتاثر كان وفي اي حته بالظبط متاثر ومتاثر من فوق ولا من تحت بالظبط فاحنا بنقول الاعتلال العصبي الناتج عن المرض السكر احنا بنسميها uh, uh, stocking and glove sensations injuries يعني الحته اللي هي اللي انا بلبس فيها الجوانتي والحته اللي انا بلبس فيها الشراب اوكي في رجليا uh, هم دول اكتر حاجتين بيتاثروا في مرض السكر لما يبقى عندهم الاعتلال العصبي يبقى ببعته للدكتور بتاع العصبيه اعمل نيرف كوندكشن اعمل حاجه اسمها اي ام جي او مسح على العضلات برضو علشان اعرف ان كان في ضعف في عضله من العضلات وانهي عصب اللي متاثر وانهي عضله اللي مش متاثر اللي هي متاثره وانهي العضلات اللي مش متاثره بعد كده بقى باخد فكره بقول اه ده العصب الفلاني هل هي طرب يعني هي الاعتلال العصبي الطرفي واقول خلاص يبقى احنا دخلنا انت سكرك مش مظبوط التحاليل قالت ان انك انت ما عندكش غده درقيه ولا مشكله في الفيتامين بي يبقى محتاج يبقى ده عندك اعتلال عصبي نتيجه اهمالك لمرض السكر اوكي ونتيجه المشكله ان عندك مرض السكر فتره طويله وندخل في مرحله العلاج بعد ما نشخص يبقى اله... ال... الكشف بعد كده تحليل دم وبعد كده نبعت للدكتور بتاع العصبيه عشان يعمل لنا المسح العصبي اللي احنا بنسميها نيرف كوندكشن ستادي ان اي ام جي يمكن ارجع يا دكتور هاخد اتصال سريع لازم مع لكن عايزه ارجع اعرف امتى انا بلجا اعمل كده امتى المرحله اللي فيها انا لازم ابعته لحد يكون بيعمل له حاجه تؤكد التشخيص هل من البدايه ولا هل في مرحله علاجيه وبعدين اعمل كده تسمح لي اخد اتصال بليز بليز. اختي بنت الرب اهلا وسهلا بيكي اهلا بيكي مساء الخير يا مدمير مساء النور حبيبتي اهلا بيكي اهلا بيكي واهلا بالدكتور يوسف اهلا وسهلا ف... ممكن اسال ممكن بالدكتور يوسف سؤال تفضلي أه. انا عندي السكر وعندي كل الحاجات اللي حضرتك بتقول عنها الوقت دي كتاب الاعصاب وكل يعني باخد علاج أه المهم انا دلوقتي حاليا عيني ابتدت العنايه تتعالج وتشخيص طبعا ميه الزرقاء وميه بيضاء فالدكتور قال لي عاوزه عمليه ميه الزرقاء وقال لي انا عرفت من الدكتور يعني دكتور يعني دكتوره صاحبتي ان في اثناء ما بيدخل ليزر بيقصوا حاجه من العصب فهل دي يعني خطيره او لها مضاعفات او لا ممكن بعد اذنك تتكرم بس وتوضح لي الحكايه انا من مصر أهلا آه بك يا يعني حبيبتي. أهلا بك يا أهلا حبيبتي. يا دكتور. آه طبعاً كل, كل أن احنا نعمل عملية كل عملية ولها خطورة أوكي لكن مفيش حل تاني غير العملية الحاجات اللي زي كده ما نقدرش نعمل فيها حاجة تاني غير أن احنا إما نعمل ليزر نكوي الحاجات دي أوكي أو أن احنا نعمل عملية لأن الميازرة بيبقى نتيجة قفل إغلاق في القنوات اللي هي بتاخد الميه جوه العين اوكي فاحيانا القنوات دي تبقى مقفوله فلازم يفتحها بالليزر اوكي فبيدخل ويفتحها بالليزر هل في مشاكل من العمليه طبعا في مشاكل من العمليه لكن هل في مشاكل خطوره ان احنا نسيب العين بالضغط العالي بتاعك ده طبعا انت ممكن تفقد البصر بتاعك انهي اكتر فاحنا بنقول هل خطوره العمليه اكتر ولا خطوره ان احنا نسيب العين كده اخطر؟ طبعا خطوره ان احنا نسيب العين كده اخطر، فما تخافيش دي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها والدكاتره يعني. شاطرين خالص مش هيحصل اي مشاكل وربنا يكون معاكي وان شاء الله الضغط بتاع العين يرجع تاني طبيعي بعد العمليه. امين شكرا لاتصالك حبيبتي، فعلا هنصلي من اجلك وامين تكون الاستشاره دي بتفيدك، احبائي بنخرج لفاصل. ونرجع مع بعض لاستكمال هذا الموضوع الطبي الخاص بمضاعفات مرض السكر

مره تانية برحب بحضراتكم معانا لاستكمال هذا الموضوع الخاص بمضاعفات مرض السكر دكتور يوسف مره تانية برحب بحضرتك اهلا وسهلا بحضرت. من كل قلبي بشكرك فعلا على الوقت اللي فات بتقدم تعليم رائع السهل الممتنع اللي بيوصل لكل مشاهد بسيط او مثقف او متوسط التعليم لكن طريقه جميله اللي بيسبقها محبتك الجميله اللي فعلا بتقدر تقدم بيها معلومتك واستشارتك مره أهل تاني بنقول لك الرب يبارك كل مليك وكل وقتك وعيلتك أهل. الجميله أهل. اللي انا بعرفها وعيادتك وكل مليك دكتور أهل. يوسف أهل. أهل. خليني اقول خليني ندخل لمرحله العلاج أهل. الاعتلال العصبي السكري يحتاج لعلاج يسبقه اللي حضرتك قلته قبل الفاصل تشخيص دقيق جدا حتى اقدم على علاج وانبسطت ان حضرتك قلت لي الكلام ده في الفاصل انا ما اقدرش اقدم على علاج غير بعد ما يكون قدامي تشخيص بيؤكد الاصابه ومكانها ما هو العلاج تمام طيب. ودي الحاجه اللي احنا طبعا بنحبها اكتر ان احنا بنعرف احنا بنعمل ايه أوكي؟ لان يا. طبعا صعب على الطبيب ان هو يقول اه طب انا مش عارف ايه بالظبط اللي انت عندك اوكي فانا هعالجك كده عشوائي yeah. وربنا يسهل يمكن الدواء ده يجيب نتيجه اوكي okay. yeah. ان انا عارف التشخيص اوكي okay. يبقى سهل بالنسبه لي ان انا اساعد المريض مش اعالج اوكي okay. لكن yeah. اساعد المريض بقدر الامكان ان هو يتغلب على الاعراض اللي هي عنده اوكي okay. yeah. احنا بنقول الاعتلال العصبي ممكن يكون بصوره حرقان ممكن يكون بصوره تنميله لكن أكتر حاجه صعبه علينا احنا كاطباء لما يفقد المريض الاحساس Okay. Yeah. Uh, فأحيانا كتير خالص مريض يجي ولا أنا مش حاسس بصباع رجلي الكبير okay. اخبطه في الحيطه ما بحسش بيه، اوكي؟ البس الجزمه كاني مش حاسس بحاجه خالص، اوكي؟ مش حاسس في لدرجه انه ممكن يكون مش حاسس بالقدمين خالص، اوكي؟ يقول انا كان كاني انا ماشي على هواء، على ميه، اوكي؟ مش حاسس بده طبعا بيفقد التوازن وما بيقدرش بيفقد التوازن، بيفقد الوزن بتاعه، بيفقد المشي بتاعه، بيفقد حاجات كثيره خالص طبعا، اوكي؟ لكن لو المشكله بتاعته حرقان او ألم يمكن انا هساعده شويه yeah. لان في ادويه دلوقتي حديثه وكويسه ان هي بتقلل الالم شويه للاعتلال العصب الموجود الطرفي بالذات yeah. فاحنا بنقول بنقسم العلاج لثلاث اجزاء اساسيين الحاجه الاولية ان احنا تو سلو ذا يعني يعني نوقف نصلح ما يمكن تصليحه okay. yeah. نوقف ان المرض ده يبوظ اكتر Yeah. انا دايما بقول اه طب احنا عرفنا كده طب ايه الحل ان العصب ده ما يبصش اكتر الحل ان هو mm. العصب ده ما يبصش اكتر ان احنا لازم نخلي نخلي بالنا من سكرنا اوكي يبقى لازم نخلي بالنا من السكر انتقاضي. اوكي مم. لازم نقلل من السكر السكر الصايم لازم يكون اقل من 120 السكر مم. اللي بعد الاكل لازم يكون من 140 لازم نخلي بالنا من اكلنا لازم نمشي كل يوم نص ساعه لازم نخلي بالنا من قياس السكر لازم نخلي بالنا من ادويه السكر كويس خالص لو السكر بتاعي انتظم يبقى انا غالبا تفاديت ان المرض ده هيبوظ هيبوظ امور اكثر, يتلف أكثر ويتلف في اكثر في من ال... من الاعصاب بعد كده لو يبقى سلو the سلو ذا بروجريشنز ان احنا نقلل بقدر الامكان الالم yeah. وفي مجموعات من الادويه موجوده في السوق بالذات علشان خاطر yeah. الالم الموجود للاحتلال لل... 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 العصبي الطرفي بالنسبه لمرضى السكر واحد منهم اللي احنا بنسميه الجابا او النيورانتين okay. <مم> اوكي آه الحاجه الثانيه اللي هي اللوريكا احنا بنستعمله برضو كتير خالص ومرض ودواء كويس خالص علشان هو يقلل الالم والحرقان اللي موجود في الرجلين okay. اوكي آه في بعض الدكاتره بيستعملوا اللي هم الانتي ديبريسنت ميديكيشنز اللي هم ضد الاكتئاب لكن بنستعملهم مخصوص للاعتلال العصبي واحد منهم اسمه الميتروبتالين اوكي او الايلافيل اوكي الحاجه الثانيه اللي هو السيمبالتا اللي احنا بنشت... بن... بنقول للناس كله ان هم يستعملوه لان ده مرض بيقلل الاكتئاب لان طبعا أكثر حاجه اكتر حاجه, مؤل... أكتر حاجة في... بت... بت... بتؤرق العيان لما يكون عنده الم شديد كل يوم yeah. يعني يمكن الانسان بيدخل في اكتئاب اوكي وال... yeah. انا مكتئب جدا لاني انا فعلا عندي الم لدرجه ان هم بيبكوا يعني yeah. بي 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 الم لا يحتمل الم الم لا يحتمل حرقان yeah. وصلي عليه طول الوقت الاطراف بتاعته طول yeah. الوقت وعلى طول اوكي okay. فيمكن السيمبارت دواء كويس خالص ان هو يقلل الكتاب شويه okay. وفي نفس الوقت يقلل yeah. يعالج الكتاب يعالج وفي نفس الوقت يعالج يقلل من موضوع الاعتلال yeah. العصبي الطرفي الموجود يبقى yeah. الادويه اما بنتين اما الليريكا اما الانتي إما الاميتريبتالين او السيمبولتوم طبعاً في عادة مشهورة خالص في مصر اللي هم تراي بي او الحقن الفيتامين yeah. بي كومبلكس اوكي okay. فكل الناس المرضى اللي بيجوا من مصر تقريبا بياخدوا تراي بي اوكي okay. اللي هم يقول لك فيتامين بي كومبلكس كويس خالص وفيتامين yeah. بي 12 كويس خالص للحقن okay. اوكي آه فياخدوا حقنة كل اسبوع يقول لك انا كنت باخدها كل اسبوع في مصر الله يخليكم الدهاني طبعا لو انا ما عنديش نقص في الفيتامين بي 12 اوكي okay. الحاجات دي مش بتنفع قوي اوكي okay. لكن yeah. يعني بتسهل للعيان وبتخليه مبسوط فاحنا أه. احيانا بنستعملها ان احنا بنستعمل حقن الفيتامين بي بي 12 اوكي علشان نساعد شويه من الاعتلال العصبي على اساس ان الفيتامين بي بيحسن من الحاله العصبيه اوكي بيحسن yeah. من صحه الاعصاب نفسها اوكي مش هيضر طبعا ان احنا ناخده لكن ما ناخدوش بالجرعات الكثيره اللي هم بيدوه بالكميات الكبيره ان انا كنت باخده ثلاث مرات في الاسبوع او الاسبوع وبعد كده كل اسبوع وبعد كده مستمر عليه كل اسبوع اوكي طبعا الكلام كتره مش بينفع لا يعني احنا بنقول حقنه في الشهر بالفيتامين الفيتامين بي كومبلكس از فيري جود اوكي مش هت مش هتؤدي الى دراماتيك تشينج يعني حاجه مش هت مش هتحسن الموضوع yeah. 100% لكن على الاقل هتدي ريليف شويه للعصب ان هو الالتهاب بتاع العصب يبقى اما اما جابابنتين ليريكا او سيمبولتا او أميتريبتيلين واحيانا بالصابلمنت والفيتامين بي انجكشنز لو احنا محتاجين. طب السؤال اللي دايما بنتسأل الدكتور أه. دكتور هل الادويه دي متوفره يقدر الشخص يجيبها من على الشلف يعني من لا على لا. الرف أه ولا أه لازم؟ طبعا الحاجه الوحيده المتوفره على الشلف هو الفيتامين بي كومبلكس كأن yeah. احنا بناخد الفيتامين بي مركب كلهم محتاجين بريسكبشن يعني عندنا yeah. احنا هنا بالذات اوكي يمكن بالزادة. في البلاد العربيه موجوده في اي زخانه لكن في عندنا لازم بريسكبشن اوكي okay. uh, <applause> اما في النيورانتين او الليريكا او الجابابنتين او السيمبلط انا عارفه <applause> ان حضرتك شورت على بعض النصايح اللي لازم يكون بيعرفها وعلى درايه بيها مريض الاعتلال العصبي السكري تمام <applause> <applause> ايه النهارده نصائح محدده تقدر حضرتك تكون بتكلموا فيها والنصايح دي الحقيقه مهمه جدا لمريض السكر علشان ده هيتفادانا ان احنا ندخل في موضوع القدم السكري أيوه. لو احنا اهتمينا بالموضوع ده دلوقتي اوكي واهتمينا بالاقدام بتاعتنا دي دلوقتي اوكي يبقى هيتفادانا ان احنا ندخل في موال القدم السكري القدم السكري هنتكلم عليه فاحنا بنقول الله يخليك احنا عندنا سلايد منهم دول آه لو اي حد يجيب لنا السلايد اللي كان نقول للعيان بتاع السكر زي ما انت بتقيس سكرك لازم تفحص رجليك yeah. لازم تبص اللي احنا بنقول عليها انسبكشنز اوكي تبص على الاقدام بتاعتك كل يوم تقريبا اوكي يبقى اول حاجه لازم لازم اعملها ان انا ابص على رجلي هل يا ترى عندي قرحه هل يا ترى في مشكلة؟ هل يا ترى في حتة جلدة زيادة؟ هل يا ترى في واحد من الضوافر ملتهب؟ هل يا ترى عندي فطريات؟ اوكي؟ هل يا ترى عندي احمرار؟ اوكي؟ هل يا ترى عندي زرقان؟ اوكي؟ ايه بالظبط اللي فيه مشكلة في الرجل اللي ممكن تشد انتباهي أنا كمريض؟ اوكي؟ تخليني أروح للطبيب بتاعي. دي أول حاجة، تاني حاجة إن أنا لازم لازم أنشف رجليا بعد الحمام كويس خالص، yeah. لأن عدم تنشيف رجليا بعد الحمام ممكن اللي بعديها هتلاقيها بعديها، yeah. ممكن يؤدي لفطريات في الأقدام بتاعتي. Mm -hmm. فدي تاني حاجة، تالت حاجة لو لقيت ضوافري طولت لازم أقصها بحرص. Mm -hmm. ما أقصهاش قصيرة خالص وما أسيبهاش تطول خالص، أوكي؟ mm -hmm. ولازم أقصها بحاجة نظيفة أوكي؟ وبحرص شديد خالص، لأن قصيتها قصيره خالص ممكن تؤدي للالتهاب كان وان انا اسيبها طويله ممكن برضه تؤدي للالتهاب يبقى ابص عليها كل يوم انا شايفها كويس خالص اوكي اقص ضوافري بانتظام وما اعملهاش قصيره خالص وما اسيبهاش طويله خالص الحاجه الحاجه الاخيره ان انا لازم البس شراب يكون ناشف مش طري ام سوري مش 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 ناشف يكون طري مش ناشف اوكي بحيث ان هو يكون مريح للقدم بتاعي اوكي ما يكونش ضاغط على القدم بتاعي شديد خالص يبقى الشرابات المريحه للاقدام مهمه جدا الحاجه اللي بعد كده الجزمه المريحه لا. لان الجزمه المريحه اساس مشكله الجزمه الضيقه اساس مشاكل الاقدام لكل مرضى السكر، لو انا عندي جزمة ضيقه وخصوصا لو شغلي بيتو... بي... بي... بيلتزم ان انا اقف كتير وجزمه ضغطه على رجلي خالص وكان آه دي مشكله ممكن ت... تؤدي لالتهاب في الاعصاب بتاعتي وممكن تؤدي لقرح في الرجلين بتاعتي وممكن تؤدي الفطريات الرجلين بتاعتي ودي تدخلني في شغلان لو خصوصا لو السكر بتاعي يعني، الحاجه الاخيره ان احنا بنقول لازم كشف على الرجلين لواحد اخصائي اقدام مرة <applause> على الأقل مرة في السنة علشان كده احنا هنا مرضى السكر بتاعتنا بنحبهم يروحوا لدكاترة الأقدام على الأقل مرة في السنة يبقى هبص كل يوم هنشف كويس خالص لو في حاجة زيادة ما أقص قص بانتظام ألبس شرابات مريحة وألبس جزم مريحة وفي نفس الوقت لازم اخلي الدكتور الطبيب بتاعي يبعتني لدكتور اقدام مره في السنه. معلش دكتور تسمح لي تاني نعيد يبص على ايه؟ Yeah. ايه yeah. الحاجات اللي yeah. لازم يبص عليها في رجله ولو لاحظ فيها حاجه يبدا يتحرك yeah. للطبيب يبقى يبقى انا لما انا هبص على رجلي ابص على حاجات هل الرجل طبيعيه ولا مش طبيعيه؟ اوكي هل فيها زوائد لحميه ولا ما زوائد لحميه؟ mm -hmm. هل عندي مشكله في الضوافر بتاعتي احمرار في الضوافر بتاعتي ولا لا؟ هل في فطريات واحمرار موجود بين الصوابع mm -hmm. بتاعتي ولا لا؟ اوكي هل عندي mm -hmm. قرحه ولا ما عنديش قرحه؟ هل عندي تغيير في الكالر او تغيير في اللون. في اللون بتاعت مم. الاصابع بتاعتي اوكي مم. فكل الحاجات دي انا لازم ابص عليها واشوف بالظبط أقدر اساعد نفسي بيها ايه لو ما قدرتش يبقى اطلع جاري على الطبيب بسرعه مم. ليه بقول كده لانه احيانا ببساطه شديده بيقول انا صبعى مدوحس بمعنى مم. في حته صديد صغيره في الحرف انا هحط عليه مش عارفه ايه وهيروح في حاله لما بنشوف حاجه زي كده عند الظوافر وفي محيط الاظافر اللي المفروض يعني يخلينا فورا نتجه او نفكر بالذات المرضى السكر، احنا بنتكلم بنخاطب مرضى السكر، ان دي واحده من الحاجات اللي ممكن <applause> لو انا بسيق. عندي عندي ضفر مدوحه اطلع جاري على الدكتور، لو yeah. انا خصوصا عندي سكر بليز اوكي okay. yeah. ما تسيبوش اوكي okay. yeah. لان لو انا عندي مدوحس معناه ان عندي التهاب معناه ان عندي صديد، الصديد ده yeah. ممكن ينتشر وممكن في مرضى السكر بالذات الانتشار في الصديد ده تلاقيه yeah. اوفر نايت قلبت على غرغرينا. اوكي okay. yeah. فالحاجات دي احنا ما بنسيبهاش اوكي okay. yeah. لو في قرحه لو في لح... حته لحمه زياده اوكي مم. لو في صديد في الصباع واحمرار والم في الصباع الله يخليك ما تستناش اوكي لازم تجيني بسرعه تيجي للطبيب بتاعك بسرعه آه لازم الطبيب يتصرف اما يديلك مضاد حيوي او يفتح الصديد ده وينضفه لك اوكي لازم لازم تو اوكي لازم تطلع جارية على الطبيب بتاعك هل بتعتبر ده وقايه ولا تحب تقول كمان امور تقي اصلا من الاصابه بالمضاعفات اللي هتنتج عن الاصابه بالسكر يا صباع المدوحة ده بيبقى سببه سبب وسبب، كان السبب ده أنا نكون قصيت ظفري شديد اوكي يبقى انا لو قصيته جامد واستعملت حاجه لل حاجه حاده جامده يا. لدرجه ان الظفر اتقص جامد كده خلاص التهب اوكي كده مهم جدا ان انا نتعلم كمريض السكر ازاي اقص ضفري اوكي لان لو قصيته قصير ممكن يحصل له التهاب اوكي احيانا إن الضفر يدخل تحت اللحم فيعمل لي حاجه اسمها انجرون نيل اوكي ان الضفر ده يدخل تحت اللحم شويه ونتيجه ان هو يدخل تحت اللحم اللحم راح على ان هو حاجه غريبه فيبتدي يعمل له التهاب اوكي دي حاجه لازم اطلع جاري لو انا مريض سكر لازم اطلع جاري للدكتور اوكي لان ده لازم بنشيل الجزء بتاع الضفر ده اللي هو تحت اللحم علشان خاطر ما يعملش صديد كتير وما يعملش التهاب كتير اوكي فانا مش عايز اعالج نفسي خصوصا في الالتهاب بالذات يعني. في الاقدام لوحدي. بلاش نضيع وقت يعني. علشان الصديد آه. ما يزيدش وياخد مجاله كده. ويوصل لمرحله من نحبهاش بالظبط كده لان كل ليله في العلاج ممكن تفرق مع المريض بالزبط. ممكن يعني. تحافظ يعني. على الصباع ده ممكن يعني. تحافظ على القدم ده ان هم يعني. الو... ال... الالتهاب ما ينتشرش وممكن نؤدي للبتر في يوم يعني. من الايام. اشكرك تحافظ على الصباع ده عشان كده بنقول الموضوع يتاخد بجديه وانا ما اهملش فحافظ على صباعي لكن كلام حضرتك كنت بتقول للمحافظه على القدم من الاصابه بالقدم السكري اللي يؤدي لغرغرينا ايه حكايه القدم السكري اللي محتاجين النهارده نقوله ايه للمشاهد يعني احنا بنقول واحده من واحده من المشاكل بتاعه الاعتلال العصبي ان ان الانسان ما بيحسش اوكي okay. ونتيجه الح... عدم, عدم الإحساس, الإحساس. Okay. ممكن يحصل له حاجه اسمها ميكانيكال ترامز اوكي ان هو يخبط في حاجه ما يحسهاش اوكي yeah. okay. فبالتالي مش حاسس يروح خابط في الترابيزه والصباع yeah. بتاعه يقعد كده واخد باله ويبتدي من الخبطه دي يلتهب اوكي okay. ويعمل صديد وهو مش حاسس <applause> اوكي هو مش حاسس بالموضوع ده والصديد ينتشر ويدخل لجوه اوكي وبعد ما يدخل لجوه ممكن يوصل للعظم اوكي يبقى دخلنا في مشكله yeah. قدم سكري اوكي الحاجه الثانيه احيانا الناس المرضى السكر يبقى عندهم دوالي اوكي الدوالي دي تعمل لنا حاجه اسمها فينس Ulcer اوكي تعمل yeah. قرحه آآ آآ وريديه اوكي حوالين الانكل حوالين الرجل نفسها اوكي mm -hmm. فالقرحه الوريديه دي احيانا تبتدي تنتشر اوكي وتبتدي تلتهب يعني ون... دي فئه ثانيه مرضى آه. الدوالي اه فمرضى يعني احنا بنقول مرضى السكر عامه معظمهم يكون yeah. عندهم كمان دوالي في الرجلين yeah. اوكي آه. فدي طبعا القرحه الخ... القدميه دي خطيره جدا ان احنا لازم نهتم yeah. بيها المشكله بقى ان احنا لو انا ما عنديش احساس والقرحه دي موجوده وانا عمال البس الشراب بتاعي yeah. واقف بالثمان ساعات في الشغل بتاعي اوكي yeah. والالتهاب ده يبتدي ينتشر يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، اوكي؟ وانا اصلا ما عنديش احساس، لان لو انا عندي احساس هشعر ان, إن في حاجه إن فيه الم، يعني. ولو انا عندي الم بطلع جاري للدكتور، اوكي؟ يعني. لكن الحاجات دي عامة ما, بي ما ب... لان انا فقدت الاحساس فيها الحتة دي، م. فبالتالي مش شاعر. الوقفة الكثيرة مع العمر احيانا تعمل لي حاجة اسمها كالس، اوكي؟ الكلو، يعني. الكلو. اللي هي الكلو،, الكلو. اللي الكلو. هي الكلو. اوكي؟ يعني. الكلو دي احيانا بتنشف، اوكي؟ وتموت. Yeah. يبقى حته ناشفه حته جلده حته جلده yeah. ناشفه ميته ميته mm -hmm. موجوده في القدم بتاعي mm -hmm. انا مش حاسس بيها فاحيانا تقع فلما تقع تعمل لي قرحه yeah. ولما تعمل لي قرحه وانا مش حاسس بيها تبتدي تلتهب mm -hmm. ولما تبتدي تلتهب الالتهاب ده يدخل اول ما الالتهاب يدخل على العظم احنا بنسميها حاله اسمها osteomyelitis اوكي ان الاوستيوميلايتس ده ممكن يدخل على العظم يبقى في احتمال كبير ان احنا هنبتر الجزء ده لان اول ما بيدخل العظم بندي مضاد حيوي مرة واثنين وثلاثة وبالوريد مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين أوه. ونقعد طبعا. ن... نحاول بقدر الامكان نفدي القدم دي يعني. لكن احيانا الالتهاب ينتشر لدرجة ان احنا يبقى عندنا حاجتين اما نشيل الجزء ده او الالتهاب ممكن يدخل على الدم ويعمل لي حاجه اسمها سيبتيسيميا yeah. او هي يبت... بتعمل لي تسمم في الدم okay. mm -hmm. فالتسمم في الدم ممكن يدخل على الكلى يعمل لي فشل كلوي okay. yeah. اوكي يبقى ساعتها صعب جدا ان احنا نحكم علي السيطرة عليه السيطرة عليه اوكي okay. فاحنا بنقول اه طب الصباع ده ملتهب واحنا عمالين نعالج فيه مدة شهر مش قادرين نعالج عليه خوفا من ان الالتهاب ده ينتشر للدم اوكي احنا نقطع الجزء ده بتاع الصباع ودي المشكله اللي بيحصل لمش... لمرض السكر اوكي من الاول ان هم يحصل لهم الالتهاب ده ونتيجه الالتهاب يقول لك انا حصل لي بتر بترولي واحد من الصوابع بتاعتي yeah. ممكن نبتر واحد واثنين وتلاته لدرجه ان احنا ممكن نبتر كل القدم, نبتر كل القدم. خوفا, خوفاً إن من انتشار, يعني انتشار الالتهاب التهاب ده انه هو يوصل, يوصل للعظم وللدم حضرتك والدم طبعا والدم طبعا تسمم الدم. طبعا طبعا طيب اذا الامر ليس بسهل يا دكتور، طيب ايه المرحله؟ النهارده اكتشف المريض انه عنده المشكله ديت ايه اللي لازم يكون بيعمله؟ يا. فدي حاجات طبعا لازم احنا احنا كاطباء اول ما بنشوف حاجه زي كده، اول ما جينا عيان واشوف على رجليه ولا ان فيها قرحه صغيره يبقى لازم جاري نبعته لدكتور اقدام، اوكي؟ لان الجلد الميت ده لازم يتشال لان يا. الجسم مش هيبني عليه لحمة كويسة طول ما هي الجزء ده ميت العازل ده يا. الجلد الميت فده العازل ده العازل اللي هو الالتهاب ابتدى يدخل من الجلد الميت على الحتة يا. العضلات فأول ما بيدخل حاجة زي كدة يبقى أول حاجة الدكتور الجراح بتاع الاقدام اللي انا هبعته له ان هو يشيل الجزء اللي بايظ اللب.. 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 ده اوكي علشان خاطر ال.. المشكله دي يبتدي الجسم يبني عليها لحمه جديده نسيج جديد او نسيج جديد الحاجه الثانيه اللي لازم اهتم بيها الشرايين بتاعه العين اوكي لان لو عندي كمان قصور في الدم اللي واصل للقرحه اللي هي موجوده في الاقدام بسبب ان واحد من الشرايين بتاعه الاقدام حصل له مشكله دي, ال... دي مش هتلتئم تاني yeah. خلاص اوكي okay. لان انا عشان خاطر في قرحه تلتئم يبقى لازم يكون في دم لان mm -hmm. الدم بينقل النيوتريشن yeah. بينقل الاكل لا. في الحته دي علشان اللحمه دي تنمو وتبني عليها لحمه جديده اوكي يعني. لو انا ما عنديش النيوتريشن دي لو ما عنديش الغذاء يعني اللي هي جاي من اللي الدم يبني الدم الأنسجة الجديده هروح من فين يبقى بسرعه بعمل اشعه تلفزيونية على الشريان بتاع الرجل واشوف الشريان بتاع الرجل ده في مشكله ولا ما فيش مشكله لاني ممكن ابعته لدكتور شرايين يحط لي دعامه علشان الدم يوصل للحته دي علشان تلتئم هيكون احسن أوكي؟ او أديله دواء يعمل سيوله او ادي دواء يوسع الشرايين شوية علشان الدم يوصل يبقى اول حاجة لازم اعملها لو انا عندي قرحة لازم ابعته لدكتور جراح اقدام علشان يشيل الجلد الميتة علشان يشيل الجزء الميت تاني حاجة لازم اشوف الشرايين واصلة ولا مش واصلة الكلام ده طبعا اثناء ما انا بغطيه بمضاد حيوي علشان خاطر الالتهاب ده ما يوصلش للعظم فلو عندي مشكله في الشرايين اما جراح الشرايين يعمل لي دعامه او ان انا ادي له دواء مسيل للدم او انا ادي له دواء موسع للشرايين علشان خاطر الدم يوصل لان القرحه دي مش مش هتخف ومش هتلتئم من غير ما يكون في دم واصل للقرحه دي كويس رائع حضرتك بتقول مشكله كبيره قوي لكن اشكرك انك بتوجد حل لكل جزء حضرتك اتكلمت عنه يمكن ده اللي بننبه ليه في حل بس انت من فضلك خد المبادره وروح للدكتور حتى تتعالج ويوجدوا حل ايا كانت المشكله قبل ما يعني نوصل لمرحله البتر كل يوم كل يعني يوم بيفرق في العلاج كل, كل يوم العلاج كل يوم كل يوم م. بقدر اخد فيه مبادره واجري على الدكتور بيفرق تمام. في العلاج وفي النتيجه بتاعه العلاج طيب صحيح اخد اتصال من اختي ايفون من استراليا سامحينا على الانتظار على الخط اهلا بيكي اختي ايفون اهلا بحضرتك واهلا بالدكتور انا عندي سؤال انا ك... انا حاليا عندي 70 سنه وجاني السكر وانا عندي 63 سنه وتايب 2 ومع الدواء باخد حبوب يعني حبايه الصبح وحبايه بالليل اللي هو اللي هو جانو مات وماشي في دقة كويس خالص يعني وفي نفس الوقت انا بروح البدايه ترست علشان رجلي بس في قلو كان كنت رحت مصر دار تراب او ما اعرفش بيقول المهم إنه طلعي بعدها كله في بطن رجلي والبودايتريست بقى لها كذا مره يعني بروح لها كل شهرين مره كل مره تشيل لي منه تشيله وبعدين يرجع تاني تشيله فدلوقتي بقى بيرجع وبيوجع ده ما فيش علاج ليه يرجع عليه خالص يشيله خالص لا للاسف ما عندناش ما عندناش غير الحل الجراحي في الموضوع ده، اوكي؟ ان هي لازم تشيله جراحيا كل شوية. اشكرك اختي الغالية. هي. امين تكوني سمعتي ال... الاجابة، حضرتك معانا اختي ايفون. ايوه ايوه انا بقول هي بتشيله بالمشرط مش بتشيله من جدري. اه ما هو مشكلة الكلو ده عبارة عن طبقات من الجلد الميت. طبقه ورا طبقه، فعلشان تشيلوا جزء كله مره واحده ممكن تسيب لك قرحه. وبعد كده ندخل في موال القرحه ان هي تلتئم، فطبعا النصيحه انها تشيله طبقه طبقه طبعا، اوكي؟ جزء جزء علشان خاطر ما تسيبلكيش جزء خالص كبير، لو انا شلته كله يبقى هسيب لك جزء قرحه فيها وده هيكون احيانا صعب انك انت تلتئم بسرعه. فطبعا الحل انك انت تشيليه طبقه طبقه. طبعا الحاجات الثانيه اللي احنا ممكن بنعملها انت اللي ممكن تعمليها انك تحطي رجليك في ميه دافيه لمده 10 دقائق لغايه ما الكلو دي تفضى وبعد كده بمبرد الضوافر اللي انت بتبردي بيه الضوافر ممكن تبردي بيه تبردي بيه الكلو دي طبقه بعد طبقه يوم بعد يوم الطبقات دي بتروح يوم بعد يوم فدي احيانا ممكن انت تعمليها في البيت والبوديترست يشتغل ان هو يشيل جراحيا طبقه بعد طبقه، لكن ما يقدرش البوديترست ان هو يشيل كل الطبقات في نفس الوقت لان لو شالها كلها هيسيب لك قرحه. ولو ساب لك قرحه تبقى في مشكله منها. شكرا لاتصالك اختي ايفون. في سؤال واحده من المتصلين، واحده من الاخوات بتقول انه هي عندها دوالي ولابسه الشراب وهي طبعا عندها سكر. هل الشراب ليه تاثير؟ هل الشراب يكفي؟ علاج للدوالي موضوع الدوالي مع مرضى السكر طبعا مهم انك انت شراب مش حاجه واحده بس طول ما انا واقف على رجليا بطبخ في المطبخ او في الشغل واقف على رجليا الشرايين بتاعتي ما تتمليش بالدم كتير اوكي لان اكتر حاجه ممكن تعمل لي القرحه الشريانيه في الانكل ان, إن بقف كتير كيف الشراب ده مهم فده وقايه ده مش علاج اوكي يعني الشراب ده مش بيعمل يا. اي حاجه للعلاج لكن هو وقايه ان ما يحصلش حرقان من الدوالي دي وما يحصلش فيه مشكله تقرحات حوالين الدوالي عند الرجل بسبب الدوالي لكن طبعا الحل الجراحيه لو انت عايزه تشيليها خالص ممكن تجرحية بمشكله في الجراحيه ممكن ترجع تاني احنا طبعا بنحب نعملها بالليزر كمان احيانا الدوالي بتتعمل بالليزر وبرده 3 4 سنين وترجع تاني اشكرك دكتور معانا اتصال من اختي ميري نيجيرسي اهلا بيكي اهلا بيكى يا فندم آه عندي سؤال للدكتور يوسف اتفضلي انا كان بيجيلي احيانا آه سكر عالي شويه ما تستدعيش الدواء ما كنتش باخد بيه دواء لكن عموما دلوقتي سكري 102 فالسكر مش وحش لكن عندي التهاب آه او بمعنى اصح تنميل بيحصل لما اقف اكتر من خمس دقائق في رجلي الشمال في الصاعي يعني فوق الركبه وبيزيد التنميل بحيث انه يتحول لالم بعد شويه ولازم اقعد عشان اقدر ارتاح لاني بفقد الاحساس بالمنطقه دي. تفتكر حضرتك ده مثلا حصل اصابه في الاعصاب في المنطقه دي بسبب زياده السكر خفيفة في بعض الاوقات ولا أه ممكن استشير نيورو في حاجه زي كده؟ تفضل دكتور أه هو طول ما سكرك الصايم 102 انا احب ان نعرف كمان سكرك اللي بعد الاكل لان احيانا السكر اللي بعد الاكل لو عالي ممكن ياثر على الاعصاب واحب اعرف كمان الهيموجلوبين السكري بتاعك اخباره ايه فمش بس السكر لان احيانا في ناس يكون سكرهم الصايم كويس خالص اوكي لكن السكر بعد الاكل عالي والجلايكوهيموجلوبين او السكر التراكمي بتاعهم عالي فلو الجلايكوم اتفضلي يا آه اختي السكر التراكمي ما بيزيدش عن 6 الحقيقه اه ف... يعني لو ما كان, كان بيبقى فاكثر 6 حاجه زي كده اه يبقى لو 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 السكر التراكمي مش بيزيد عن 6 وسكرك مئة 102 يبقى موضوع التنميله ده مش سببه السكر يبقى ده سبب ثاني ممكن يكون فقرات الظهر ممكن تعمل حاجه زي كده لو عندك مشكله في انزلاق غضروفي ولا حاجه تعمل حاجه زي كده او ممكن حاجه ثاني يكون سببها العصب ملتهب شويه اوكي فطبعا ده محتاجه تشوف دكتور عصبيه اوف كورس يعمل لك أشعة بالرنين على الفقرات بتاعة ظهرك أوكي وممكن يعمل لك اللي هو النيرف كوندكشن ستدي أو المسح العصبي بتاعك عشان يعرف السبب بالظبط اللي هو عامل الالتهاب في العصب ده بالذات شكرا لاتصالك أختي الغالية دكتور خلي خلينا نقول ازاي ممكن نتعامل مع القدم السكري اذا اثبت بكل بالفحوصات والتحاليل والامور اللي ممكن أصل عن طريق التشخيص اليها انه هذه الرجل مصابه بالغرغرينا sure. انا عندي اخر صوره لو احنا نجيب اخر صوره في اللي احنا جبناها لان دي في حاجات كده موجوده في الرجل ممكن احنا نشوفها على التلفزيون لو جبت لي اخر صوره في السلايدز كلها يا آه، yeah. لو نكبر دي بالذات اوكي okay. فلو احنا نشوف نشوف هنا في اربع حاجات موجوده في في الاقدام دي بتقول لنا ان في حاجه خطيره اوكي اولا الشكل بتاع الصباع لونه اسود اوكي فاللون الاسود ده مش لونه مش لون طبيعي ده في حاجه في مشكله يبقى في اما التهاب من تحته او في مشكله وصلت العاب عمليه التهاب شديد اوكي كل القدم لونها اسود بالطريقه دي ده غالبا الالتهاب وصل وصل لل العظم كمان عمل حاجه اسمها اوستيوميلايتيس اوكي أوستيوميلايتس بتنتشر كتير خالص لو كمان في مشكله في الشرايين لان الصوره الاولانيه اللي على الشمال انا بشوف البلس بشوف yeah. بالظبط الشريان شغال ولا مش شغال ممكن اعمله بايدي بس ممكن كمان اعمله بالاشعه التلفزيونيه لان لو لو ما فيش دم واصل للحته دي كلها وعندي التهاب الالتهاب دخل على العظم عملت لي الشكل الاسود ده يبقى دخلت في غارينا كده يبقى دي حاجه خطيره الصورتين دول ده دي صوره بتبين كتير خالص ان في مشكله في الالتهاب حوالين الجلد وكمان وصل للعظم وكمان في مشكله في الشريان اللي هو موصل الدم للاقدام دي الصوره الاولانيه على الناحيه اليمين دي قرحه والصوره اللي على من تحت على الناحيه اليمين دي قرحه ورديه نتيجه الفاريكوز فين نتيجه الدوالي، لو احنا نشوف الرجل دي مليانه دوالي وابتدت تعمل لي قرحه ورديه حوالين الرجل اوكي، الاثنين دول خطار خالص اوكي لان دول ممكن يقلبوا على اللي بعديهم اوكي فلازم نهتم بيهم لازم نعالجهم لازم مضاد حيوي للالتهاب لازم نروح لدكتور اخصائي شرايين او فاسكولار علشان يساعدنا في الدوالي الموجوده دي لازم القرحه دي تتشال منها الحاجات الميته من الدكتور بتاع البودايتريس ونغطيها من المضاد الحيوي قبل ما تدخل على الحاجات السوداء دي اللي هي بتبقى غالبا ناس بروبلم دكتور خليني اسال حضرتك بالمشاهد يعني الصعبه اللي يجب انه يعني كل مريض ينتبه انه ازاي في اسم يسوع ما يوصلش لمرحله واحده أو لمرحلة الأولى حتى إصابة صباع واحد من الرجل يعني يقدر يقدر يعني ما زلت بقول يقدر المريض مع طبعا مساعدة الطبيب يوصل لمرحلة يعني كويسة ما يؤديش إلى يعني مش عايزة أقول ندخل في جراحة البتر، أما إذا كان في جراحة البتر، إمتى ده يحصل وإمتى يعني حضرتك بتوصي بيها وإيه أهميتها؟ كل جزء في الجسم غالي على الانسان طبعا. ايه اهميه طبعا. البتر احنا كنا قلنا لو لو الالتهاب وصل للعظم عملت حاجه اسمها اوستيومايلايتس يبقى القرحه دي التهابها وصل للعظم انا عطيت مضاد حيوي المضاد الحيوي احيانا نديه لمده شهر اوكي لا. ولسه الالتهاب شديد خالص يبقى انا عندي حاجتين اوكي دلوقتي الالتهاب موجود في حته العظم موجود في الصباع اوكي <applause> الالتهاب ده ممكن يروح للدم للشرايين لو راح للدم يبقى العيان دخل في حاجه اسمها سيبتيسيميا اوكي دخل في التهاب في الدم دخل في التهاب في الدم ممكن يؤدي لفشل كلوي ممكن يعمل لي شغلانه كبيره خلص مع العيان ممكن يؤدي لحياه العيان اوكي يبقى انا عندي دلوقتي مرحلتين اوكي انا فشلت في العلاج دي اللي هي كونزرفاتيف اللي احنا بنسميه كونزرفاتيف كونزرفت معناه ان تنظيف الجرح اوكي ان انا بدي مضادات حيويه المضادات الحيويه بالبق الاول ما نفعتش المضادات الحيويه دخلت بالوريد اوكي واحيانا نحط حاجه اسمها بيك لاين اوكي علشان ندي اي في انتي كل يوم للمريض ده كل يوم لمده شهر لو بعد كده عملت ام ار اي تاني ولسه العظم فيه انفكشنز يبقى لازم الدكتور الجراحي يقول لا ما فيش حل تاني اوكي لان انا مش هسيب الانفكشن ده ينتشر في جسمك لان ممكن يأدي لفشل كلوي ممكن تموت بسببه اوكي يبقى انا احسن ابتر الجزء ده عشان الالتهاب ده يروح اوكي قبل ما الالتهاب ده يوصل للدم يوصل للكلى ويبوظ لي حاجات تاني. نصيحه عايزه اسيبها لمريض السكر بعيدا عن كل الامور الصعبه دي انت تقدر تعيش صحيح شو النصيحه اللي انا بسيبها لمريض السكر الله يخليك عشان خاطر ربنا اهتم بالسكر السكر صايم ما يكونش زياده عن 120 السكر اللي بعد الاكل ما يكونش زياده عن 160 السكر التراكمي ما يكونش زياده عن 7 لازم تروح لدكتورك مره كل 3 شهور لازم تخلي بالك من اكلك لازم تمشي كل يوم لازم ما شاء الله يخليك اوكي لان التدخين بتاثر على الشرايين والسكر بيأثر على الشرايين يبقى لو انا وقفت التدخين وعندي السكر اديني بحاول ان انا اعمل كنترول السكر يعني اذا التدخين جزء كبير من الموضوع طبعا طبعا اوكي يبقى نبطل تدخين الحاجه الحاجه الاخيره ان انا هعمل كشف على رجليا كل يوم تقريبا انشف رجليا على طول فأي تغيير في رجليا لازم اروح لدكتور اي التهاب في الضوافر اي احمرار اي تزريق في في الجلد اي قرحه اوكي اي زائده لحميه انا مش قادر اشيلها اوكي لازم اشيل ضوافري مش واعمل لهم تريمينج كل تقريبا كل اسبوع اوكي وما اعملهمش قصيرين خالص وما يسيبهمش طوال خالص لو في اي فطريات لازم تتعالج اوكي لازم اهتم بالقدم بتاعتي 100% لان اي حاجه ممكن تؤدي لالتهاب فيها ممكن تؤدي لبتر ومن نتيجة البتر ممكن تدخلني في مشاكل إن أنا مش هقدر أمشي كويس في المستقبل. آخر حاجة نسب السكر كام بالظبط؟ ولو لقيتها مختلفة أنا يجب إني أجري على الطبيب. احنا بنقول السكر الصائم لازم يكون 120 او اقل لو 160 او اكتر اوكي يبقى سكرك مش مظبوط يبقى اما الدواء مش كفايه او انت بتاكل كتير لو السكر اللي بعد الاكل زاد عن 200 اوكي يبقى لازم يبقى انت معناها انك انت مش بتاكل كويس او الادويه اللي بيديها لك الدكتور مش كفايه لو السكر التراكمي زاد عن 7 اوكي آه لازم الله يخليك يبقى اما بتاكل كتير حاجات نشويات وحلويات كتيره او الادويه اللي بيديها لك الدكتور مش كفايه يبقى 126 او اكتر 200 او اكتر او 7 او اكتر دكتور يوسف من كل قلبنا بنشكرك فعلا بنصلي ان ربي يبارك وقتك وكل مليك ويستخدمك في كل مكان توجد فيه احبائي بهذه الكلمات نكون وصلنا لنهايه حلقتنا صلاتي ان يبارككم الرب ويرعاكم ويشفيكم والى لقاء قريب ومعا نحو عالم افضل